بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتمنوا الموت فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا عثام: سمعت الأعمش قال: لا أظنه إلا عن المنهال، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، يعني ينحبس الريق فيموت. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. حدثنا بذلك أبو كريب، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن إسماعيل بن زيد الرقي أبي يزيد، حدثنا فرات عن عبد الكريم به. وقال ابن أبي حاتم
رحمه الله: حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن رحمهم الله قال: قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا، أتراهم كانوا ميتين؟ قال: لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت، وما كانوا ليتمنوه، وقد قال الله: ما سمعت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أن الفريق على أن وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين، على وجه المبالة، على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك امتنعوا، علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك. فلما تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم، أي مالوا إلى الصلح، وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فضربها عليهم، وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. فأما من فسر الآية على معنى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت، ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم. وما لا إليه ابن جرير رحمه الله بعدما قارب القول الأول، فإنه قال: القول في تفسير قوله تعالى
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره يعني بالمدينة، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير من اليهود، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم عليهم السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق من اليهود إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنوتم، إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق من النصارى. فهذا الكلام من أوله حسن وأما آخره ففيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال المعلق جاء من حديث عبد الله بن بسر وأبي بكرة وأبي هريرة رضي الله عنهم خيركم من طال عمره وحسن عمله، إذا طال عمره وحسن عمله فهذا خير الناس. وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت، وفي بعض ألفاظه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب أن يتوب، ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فهل أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت، فكيف تلوموننا فكيف تلزمونا بما لا نلزمكم. وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما فلا يلزم شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. ولما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا أي امتنعوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه.
فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم. عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنياً لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص الخلق على حياة، أي على طول عمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن يتقيد بشرع الله لا يتبع هواه، وأما الكافر فالدنيا جنته يفعل ما يريد، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمسلم يتقيد بشرع الله ولا يتبع هواه، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون واقع بهم لا محالة. حتى وهم أحرص الناس من المشركين الذين لا كتاب لهم، وهذا من باب عطف الخاص على العام. المشركون لا يؤمنون بالقيامة، وأهل الكتاب يؤمنون بالقيامة، ولكنهم كفروا وعاندوا عياذا بالله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الذين أشركوا، أي قال الأعاجم أي الكفار من المشركين. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث الثوري، قال: صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. قال: وقد اتفق على سند تفسير الصحابي رضي الله عنه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال المنافق: أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك. يود أحدهم، أي أحد اليهود، كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية رحمه الله: يود أحدهم، يعني المجوس وهم كفار، وهو يرجع إلى الأول، لو يعمر ألف سنة. قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال: هو كقول الفارسي زه هزار سال، هذه لغة الفرس، هزار زه، يعني هذا هزار يعني ألف، سال يعني سنة، لو يعمر ألف سنة يقول عشرة آلاف سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير رحمه الله نفسه أيضا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال: هو قول الأعاجم هزار سال نوروز مهرجان، هزار يعني ألف، سال يعني سنة. وقال مجاهد رحمه الله أيضا: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد عن سعيد أو عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي ما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال: هم الذين عادوا جبريل عليه السلام. اليهود أعداء لجبريل عليه السلام. وقال أبو العالية وابن عمر رضي الله عنهما: فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه، لو عمر 1000 سنة لا ينجيه من العذاب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في هذه الآية: يهود أحرص على هذه الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل أي بالتفسير جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم عليه السلام، وأن ميكائيل عليه السلام ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله أي عهد الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. شرط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط: لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن 4 خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل أي يعقوب عليه السلام على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا سؤال، وأخبرنا كيف ماء المرأة أي مني المرأة وماء الرجل مني الرجل، هذا السؤال الثاني، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي
في النوم، أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووليه من الملائكة عليهم السلام. هذه أسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضًا شديدًا فطال سقمه، أي مرضه منه، فنذر لله نذرًا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. يعقوب عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، الله لم يحرم عليه لكنه حرمه بالنذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم، يعني أخبرتهم بما سألوا، وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تعلمون أن ماء الرجل، أي مني الرجل، أبيض غليظ، وأن ماء المرأة، مني المرأة، أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرًا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد أني أجبتهم بما سألوا. قال: وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد أني أخبرتهم بما سألوا. قالوا: أنت الآن، فحدثنا من وليك من الملائكة عليهم السلام، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: فإن ولي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه جبريل عليه السلام. قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة عليهم السلام، تابعناك وصدقناك. قال: فما منعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: لو كانوا يعلمون. فعندها باءوا بغضب على غضب، نقضوا العهد وكذبوا. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به. ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بنحوه به. وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب، فذكره مرسلًا، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله وبآياته عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبريل؟ جبريل عليه السلام هو روح القدس، وهو الذي يأتيني، أي بالوحي. قالوا: نعم، ولكنه لنا عدو، وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء بأمر الله، فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله تعالى فيهم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: كأنهم لا يعلمون.
نعوذ بالله من الكفر والعناد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن الوليد العجري عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إنا نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي. لا شك أنه نبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل أي يعقوب عليه السلام على بنيه، يعني العهد، إذ قال: الله أعلم، الله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة، أي كيف يكون ولدها مرأة أنثى، وكيف يذكر الرجل. قال: والتقي الماءان، أي مني الرجل ومني المرأة، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، أي صار الولد ذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت، يعني صار الأنثى بإذن الله. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه عليه السلام. قال: كان يشتكي عرق النساء، مرض يسمى عرق النساء، فلم يجد شيئا يلائمه أي يوافقه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا: صدق، الله لم يحرم ولكن هو نذر وحرم. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل. الرعد الذي نسمعه ملك من ملائكة الله عز وجل، موكل بالسحاب بيديه أو في يده بخراط، أي مطرقة من نار، يزجر به السحاب، يسوقه، أي يسوق السحاب حيث أمره الله عز وجل. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك، إن أخبرتنا إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر. فأخبرنا من صاحبك. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا، وكل ذلك بأمر الله. لو قلت: ميكائيل عليه السلام الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر، أي المطر، فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل، إلى آخر الآية. أعوذ بالله من الكفر. ورواه الترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث عبد الله بن الوليد رحمه الله به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال سنيد رحمه الله في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي. قال: جبريل عليه السلام. قالوا: فإنه لنا عدو ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال، فنزل: قل من كان عدواً لجبريل، الآية. قال ابن جريج وقال مجاهد رحمهم الله: قالت يهود: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينزل جبريل عليه السلام إلا بشدة وحرب وقتال، وإنه لنا عدو، فنزل: قل من كان عدواً لجبريل، الآية. نعوذ بالله من الكفر. وقال البخاري رحمه الله: قوله من كان عدواً لجبريل، قال عكرمة رحمه الله: جبر وميك وإسراف عبد، جبر بمعنى عبد، وميك بمعنى عبد، وإسراف بمعنى عبد، وإيل يعني الله، يعني جبريل عبد الله، وميكائيل أي عبد الله، وإسرافيل أي عبد الله.
حدثنا عبد الله بن منير، سمع عبد الله بن بكر، حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من علماء اليهود ولكنه أسلم رضي الله عنه، سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما هاجر إلى المدينة وهو في أرض يخترف يعني يجتني ثمار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، يعني علامات القيامة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني كيف يشبه أباه وكيف يشبه أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة عليهم السلام. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أول علامات القيامة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الكبد معروف، الزيادة الطرف الصغير الذي يكون في طرف الكبد، هذا أول طعام يأكله أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، أي شاب أشبه الولد أباه. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت، أي أشبهها ولدها. قال عبد الله بن السلام رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم عبد الله بن السلام رضي الله عنه. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني يرمون الإنسان بما هو بريء، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، أي يتهموني بالباطل. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله رضي الله عنه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: شرنا وابن شرنا، فانتقصوه. قال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أخافه يا رسول الله، فإنهم يرمون البريء. انفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه، وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه بنحوه، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. وحكاية البخاري رحمه الله عن إكرمة ما تقدم هو المشهور، أن إيل هو الله بمعنى الله، وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن إكرمة، ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم الحكم عن أبيه عن إكرمة رحمهم الله، ورواه ابن جرير رحمه الله عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس عن عاصم عن إكرمة رحمهم الله أنه قال: جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل عبيد الله، إيل الله. ورواه يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف رحمهم الله كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله:
في أثناء حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسين رحمه الله: اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله عليهم السلام. ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع. ووزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله. واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن المثنى، حدثني ربعي بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل عمر رضي الله عنه الروحاء، اسم مكان، فرأى رجالاً يبتدرون أحجاراً يصلون إليها، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله صلى هاهنا. قال: فكره ذلك وقال: إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل فترك. ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود، أي أحضر اليهود يوم مدراسهم، فأعجبوا من التوراة كيف تصدق الفرقان، ومن الفرقان كيف يصدق التوراة. التوراة تصدق القرآن، والقرآن يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب، ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة، ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا ابن الخطاب، ذاك صاحبكم فالحق به. قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو، وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه، أتعلمون أنه رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكابرهم: إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. يعرفون كما يعرفون أبناءهم. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ويحكم، فأنا هلكتم. قالوا: إنا لم نهلك. قال: قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة عليهم السلام، وسلماً من الملائكة عليهم السلام، وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة عليه السلام. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل عليه السلام، وسلمنا ميكائيل عليه السلام. قال قلت: وفيما عاديتم جبريل عليه السلام، وفيما سالمتم ميكائيل عليه السلام؟ قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإسار والتشديد والعذاب ونحو هذا في أمر الله، وإن ميكائيل عليه السلام ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا، كل ذلك بأمر الله. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن يمينه
والآخر عن يساره. قال: قلت: فوالله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. ما ينبغي لجبريل عليه السلام أن يسالم عدوه ميكائيل عليه السلام، وما ينبغي لميكائيل عليه السلام أن يسالم عدو جبريل عليه السلام. قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة، أي من نافذة لبني فلان، فقالوا: يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلنا؟ قيل: فقرأ علي قبل، فقرأ علي: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي، حتى قرأ هذه الآيات. قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد جئت، وأنا أريد أن أخبرك فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. الله تعالى أوحى إلي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاليهود أعداء الله والكفار أعداء الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن مجالد، أنبأنا عامر قال: انطلق عمر رضي الله عنه إلى اليهود فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تجدون محمدًا صلى الله عليه وسلم في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولًا إلا جعل له من الملائكة كفلًا عليهم السلام، وإن جبريل كفل محمدًا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من الملائكة عليهم السلام، وميكائيل سلمنا، لو كان ميكائيل عليه السلام هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، ما منزلتهما من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر رضي الله عنه: وإني أشهد بما ما ينزلان إلا بإذن الله. وما كان ميكائيل عليه السلام ليسالم عدو جبريل عليه السلام، وما كان جبريل عليه السلام ليسالم عدو ميكائيل عليه السلام. فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب. فقام إليه عمر رضي الله عنه فأتاه وقد أنزل الله عز وجل عليه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع، يعني سقط راوي بينه وبين عمر رضي الله عنه، فإنه لم يدرك وفاته، والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحبوا به، فقال لهم عمر: أما والله ما جئتكم، ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه، فقالوا: من صاحبك؟ فقال لهم: جبريل عليه السلام. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدًا صلى الله عليه وسلم على سرنا، وإذا جاء الحرب والسنة، أي القحط، ولكن صاحبنا ميكائيل عليه السلام، وكان إذا جاء الخصب، يعني الخير والمطر والسلب. فقال لهم عمر رضي الله عنه: هل تعرفون جبريل عليه السلام وتنكرون محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ ففارقهم عمر رضي الله عنه عند ذلك، وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم، فوجد قد أنزلت عليه هذه الآيات: قل: من كان عدوًا لجبريل
فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال: حدثني المثنى، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه أقبل إلى اليهود يوماً فذكر نحوه، وهذا أيضاً منقطع، يعني سقط من سنده راوٍ. وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر رضي الله عنه مثل هذا أو نحوه، وهو منقطع أيضاً، يعني سقط من سنده راوٍ. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثنا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهودياً أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن جبريل عليه السلام الذي يذكر صاحبكم عدوٌ لنا. فقال عمر رضي الله عنه: من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين. قال: فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى رحمهم الله في قوله: من كان عدوًا لجبريل، قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتابعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبريل عليه السلام ينزل بالعذاب والنقمة، فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية. حدثني يعقوب قال: حدثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال عبد الرزاق رحمهم الله: أخبرنا معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: قل من كان عدوًا لجبريل، قال: قالت اليهود: إن جبريل عليه السلام عدونا، لأنه ينزل بالشدة والسنة أي الجذب، وإن ميكائيل عليه السلام ينزل بالرخاء والعافية والخصب، فجبريل عدونا. فقال الله تعالى: من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل عليه السلام فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله، ملكي من الملائكة عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام. ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبريل عليه السلام فإنه عدو لله. قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما
ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبتوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم علامات واضحات دلالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماءهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها إلى الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدم، بل وحي من عند الله، كما قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية. وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك: لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نسخة. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبرائيل عليه السلام فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، وهو رسول من رسل الله ملكي، أي من الملائكة.